تفاوض أكثر من 60 عارضا مع مئات المشترين في موقع الحدث، وتم إنشاء اتصالات أولية بين ممثلي مختلف المؤسسات من خلال التبادلات والتفاوض والالتحام الحر وغيرها من الطرق الأخرى. وفي منطقة التنقل الذكي أحضرت إحدى الشركات الفرنسية إطارا جديدا، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عرض المنتج في الصين. هذا يساعدنا بشكل أفضل في إدراك طلب السوق والاتجاهات المستقبلية. من الواضح أن شركتنا في الصين تعافت من الوباء ونتحرك إلى الأمام، والدورة الثالثة من معرض الصين الدولي للاستيراد ستكون منصة جيدة لعرض منتجات شركتنا. تبلغ مساحة منطقة معرض تجارة الخدمات لمعرض الصين الدولي للاستيراد 30,000 متر مربع، حيث سيتم تقسيمها إلى مجالات مثل الخدمات اللوجستية للتجارة والاستشارات والتدقيق والخدمات القانونية والخدمات المالية والخدمات السياحية والثقافية وغيرها من المجالات الأخرى. هذه هي المرة الأولى التي نمتلك فيها جناحا للعرض. في العام الماضي جئت إلى هنا للتجول ولمشاهدة وضع المعرض، ووجدت أن معرض الصين الدولي للاستيراد قدم فرصا جيدة لإجراء المفاوضات التجارية بين العملاء، وكذلك لإيجاد فرص التعاون مع الحكومة والمشاركين الآخرين لعرض خدماتنا المهنية وتقديم أعمالنا للعملاء.